بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس، واحد من الناس برنامج بيعبر عن الناس، عن مشاكل الناس، وبيحاول يحل مشاكل الناس. انا بفكركم احنا بنقدم ايه. طبعا احنا بنقدم يعني مشروعات صغيره لكل من يريد انه يعمل مشروع صغير. بنقدم جهاز عرايس، بنقدم رحلات عمرة، كنا أعلننا عنها إن شاء الله الحمد لله بعد انتهاء موسم الحج، فبنقدم رحلات عمرة لمشاهدي البرنامج اللي بيقدمونا عن طريق البريد أو عن طريق الصفحة بتاعت البرنامج. أيضا احنا كمان مهتمين جدا بعلاج غير القادرين، بعمليات المية البيضاء ومية الزرقاء وعمليات الأطفال، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. التواصل مع البرنامج بيكون إما عن طريق البريد مدينة الإنتاج الإعلامي استوديو 601 قناة الحياة برنامج واحد من الناس، أو عن طريق الصفحة، وأنا أتصور الصفحة بيكون أكثر تفاعل وأسرع في التوصيل المعلومة لنا. جات لي النهاردة في بداية الحلقة رسالة، قصة إنسانية لحالة طفلة اسمها ملك محمد. الرسالة اللي جات لي من والدها الأستاذ محمد علي. مساء الخير دكتور عمرو، أنا والد ملك محمد علي، ونفسي تساعدني في علاج بنتي. تكلفة علاجها، تكلفة العملية حوالي 950,000 جنيه. فقلنا له أرجو إرسال رقم التليفون، وبعت لنا رقم التليفون. الحقيقة احنا دعيناه يشرفنا في الاستوديو في بداية الحلقة عشان نسمع منه الموضوع. أستاذ محمد أهلا بيك، ومعنا والدتها ومعنا ملك. أهلا أستاذ. أهلا بيك دكتور. أستاذ محمد عرفني بنفسك سيادتك وتشتغل إيه؟ أنا محمد علي حسن، والد ملك محمد، شغال سواق توك توك. وحضرتك انا بنتي بقى لها 3 سنين تعبانه. يعني منين شغال؟ في محافظه ايه؟ المطارق في القاهره. في القاهره حضرتك هنا. حضرتك بنتي بقى لها 3 سنين بعالجها، عندها مش عمرها قد ايه مالك؟ عندها 19 سنه. سنه كام هي؟ هي المفروض انها السنه دي في الدبلوم، بس انا بقى لي سنتين باجل الامتحان عندها لسبب عندها كذا حاجه، يعني ما بتقدرش تمسك قلم، عندها حاله. قول لنا حالتها الصحيه ايه؟ يا عندها حضرتك اول حاجه بتشتكي من مشكله في المثانه عندها ما بتنقبضش، وفي مشكله جامده فيها، لازم يعني هم شخصوا الحاله محتاجه جهاز منشط لعضله المثانه. وقبل كده حضرتك كانوا طالبين مننا جلسات تنشيط عصب عند الدكتور بره يعني في المستشفى، وعملت لها الجلسات دي وبرده ما جابتش نتيجه. عملت 36 جلسه. وبين كل جلسه وجلسه، يعني بين كل 12 جلسه كانوا بيطلبوا حاجه اسمها ديناميكيه التبول. كل 12 كنت بعمل لها الديناميكيه، بتطلع النتيجه انها لازم تعمل العمليه. يعني العمليه تكلفتها كام؟ حوالي 950. عباره عن ايه العمليه؟ الدكتور محمد اللي هو متابع حاله البنت قال لي هيركبوا جهاز منشط لعضله المثانه. لان البنت ما بتعملش الحمام الا عن طريق متوفر فين الجهاز دوت؟ والله هم بيقولوا المفروض ان احنا نعمل عمليه في معهد ناصر. معهد ناصر. هل هي عندها تامين صحي؟ ليها تامين صحي يا فندم، ومخلص انا الجواب بتاع التامين الصحي من تاريخ 5/6/2022 لغايه وقتنا هذا، والعمليه لسه ما اتعملتش. ولغايه دلوقتي زي ما حضرتك شفت لحضرتك التقرير الجواب، محدش ما فيش استجابه يعني. ورحت كذا مره المعهد وبرضه ما فيش استجابه. هل المرض اثر علينا نفسيا في اي حاجه؟ ازاي تعبانه وايدها؟ بص ايديها ما بتثبتش. ايديها ما بتثبتش يا دكتور. صدمه عصبيه كده في ايديها. وعالجتها نفسي كتير، قال لك الموضوع ده عامل نفسي. عالجتها نفسي في مستشفيات حكوميه وعند دكاتره خاصه بره، لدرجه ان انا وديتها في مستشفى بره بس مش عايز اذكر الاسم يعني بعد العيد، وطلبوا مننا جلسات يعني تنشيط على المخ نفسه. وعملنا لها برضو البنت برضو ما فيش اي استجابه. البنت زي ما انت شايف حضرتك كده صاحيه، ايديها زي ما انت شايف كده، ما حدش يقدر يمسك ايديها. وديناها عملت لها كذا رنين مغناطيسي على المخ وعلى الفقرات وعلى كل حاجه في الجسم، كل اللي بيطلب مني حاجه بعملها. دخلك قد ايه الشهر يا استاذ محمد؟ والله اللي ربنا بيرزق بيه، ممكن 150 في اليوم، ممكن 200، يعني 4000 جنيه بالشهر والحمد لله رب العالمين. عندك اولاد غيرك؟ معايا بنتين برضه. في حد منهم عنده اي مشاكل صحيه؟ في البنت الصغيره برضه اللي تحتيها برضه عندها مشكله في ايديها، بس المشكله دي بقى لها بالظبط شهرين. ايديها ثابته كده حضرتك ما بتثبتش. لكن مالك عندها دي بقى لها كام سنه حضرتك؟ دي كده دخلت في سنتين. دخلت في سنتين.
مالك انت حاسه بايه يا حبيبتي؟ القسطره تعبانه جدا. تعبك عباره عن ايه قولي لي؟ كنت حابه اخرج الشارع بسبب الناس بتتنمر على ايدي. على فكره دكتور عمرو يعني جالها يعني ما بتحبش تطلع الشارع لان الناس طبعا كل اللي بيشوفها وحركه ايديها دي مثلا بيفتكر انها مثلا مزنوقه ميه يقعدوا يتريقوا عليها يبصوا لها بصه وحشه. لدرجه ان انا وديتها للدكتور. شهرين باكل اي حاجه برجعها مفيش حاجه بتقعد في معدتي وبتجيلها وصوتها برضه بيقطع. صوتها بيروح يا دكتور يعني عمرو. ممكن بتقعد بالشهرين ما بتتكلمش. التشخيص بتاع الحاله ايه حضرتك؟ صدمه عصبيه. التشخيص الاخر خاص بالمثانه. المثانه ضعف في عضله المثانه. ضعف في عضله المثانه. انا معايا هنا جوابين الحقيقه. نموذج الهيئه العامه للتامين الصحي نموذج تحويل الحالات الخارجيه معهد ناصر ملك محمد علي. المطلوب تحويل العمل زرع جهاز منشط لعضله المثانه جهاز منشط العصب العجزي لاعصاب المثانه بالعمود الفقري والخطاب صالح لمده 15 يوم من تاريخ الدخول 5/6/2022. وفي احتباس بولي مزمن. ده التشخيص اللي هو اتخرج بيه الجواب ده. طلع بيه الجواب ده. بالتاكيد احنا بنطالب وبننادي وبنناشد معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه، الاستاذ الدكتور محمد ضاحي وكيل اول وزاره الصحه رئيس هيئه التامين الصحي التدخل العاجل لتوفير الجهاز اللازم لعلاج حاله ملك محمد علي. واسمحوا لنا ان شاء الله ان احنا بعد الهوى نبعث لكم التقارير الطبيه، وانا واثق ان معالي الوزير والدكتور محمد ضاحي لن يترددوا في حل هذه المشكله ان شاء الله. احنا كبرنامج حنناشد الوزاره وان شاء الله باذن الله نتمنى ان يكون في علاج ومردود سريع ان شاء الله باذن الله. والف سلام عليها وربنا يطمنك عليها ان شاء الله باذن الله. واحنا هنتابع مع حضراتكم، واول ما يجينا رد من الوزاره وبرضه هنبعت لهم رقم تليفون حضرتك عشان يتواصلوا معك ان شاء الله. وانا واثق ان شاء الله ان هيكون في رد فعل ايجابي سريع ان شاء الله باذن الله. يا ملك سلامتك، نفسك في ايه حبيبتي؟ نفسي اخف. نفسي تخف والله. ان شاء الله تخف يا بنتي، تقومي بالسلامه وتبقي زي الفل ان شاء الله. نفسي والله يا دكتور ايديها دي تثبت. نفسي ايديها تثبت يا دكتور عمرو. والله انا تعبت والله قسما بالله. انا مش عايز اقول لحضرتك انا ايه اللي بيحصل لي. ما بعرفش اشتغل بسببها، وحياه ربي الكعبه بنتي دي ما بتحبش تطلع الشارع بسبب الناس. انا مش عارف اعمل ايه، ولجأت لكذا حد وفي ناس ولاد ولاد يعني بيساعدوني. يعني انت هنا محتاجه دكتور تاني بقى للناس. وعايزين حد نفسي كويس يتابع مع البنت. والله عملت لها جلسات على المخ قسما بالله العظيم. البنت كانت بتخرج من الجلسه بنتي بتنسى داريه بحاجه، وبتقعد بالشهر وبالشهرين ما بتتكلمش قسما بالله. ما ان شاء الله باذن الله ان شاء الله احنا عملنا نداء، وان شاء الله كمان هنطلب توفير علاج نفسي من خلال قبل وزاره الصحه والتامين الصحي ان شاء الله. الف سلام عليها، وان شاء الله هنتابع مع حضراتكم، مش هنسيب الحاله لغايه ما تقوم بالسلامه ونطمن عليها ان شاء الله باذن الله. واملنا كبير ان الوزاره تستجيب بسرعه لعلاج حاله ملك محمد علي. اشكركم جدا، نطلع الفاصل ونواصل واحد من الناس.